أيام تفصل تونس عن أول استفتاء منذ الثورة، استفتاء دستوري سيكون محددا رئيسيا لمسار البلاد السياسي ومصير مشروع الرئيس المثير للجدل. حركة الشعب أبرز داعمي الرئيس تدعو للتصويت بنعم في الاستفتاء لإنهاء مرحلة سوداء في تاريخ تونس وفق تعبيرها. تونس أمام خيارين، يا إما التصويت بنعم والعبور من الديمقراطية الفاسدة اللي عشنا على وقعها 10 سنوات ومن دولة الفساد والمافيات واللوبيات إلى الديمقراطية السليمة والديمقراطية دولة الشعب، أو الرجوع إلى الوراء، الرجوع إلى منظومة ما قبل 25 جويلية. من المرة الأولى. لكن مع اقتراب موعد الاستفتاء احتدم الصراع بين الرئيس ومعارضيه. دعوات للتظاهر لمقاطعة الاستفتاء ورفضا لتوظيف الرئيس القضاء لملاحقة خصومه السياسيين لإرضاء مسانديه والتغطية على فشله السياسي والاقتصادي، هكذا يقول معارضوه. السلطة السياسية تحاول الضغط على القضاء لتوظيفها توظيفا سياسيا، تواريخ الاستنطاقات وتواريخ السماعات كلها تحاول أن تكون محاينة للاستحقاق السياسي المتمثل في الاستفتاء. اقترب موعد الحسم، لكن لا يبدو أن الاستفتاء المرتقب بحسب متابعين سينهي الأزمة السياسية نهائيا مهما كانت نتائجه، طالما أن الخلاف الأصلي يكمن في مدى مشروعية إجراءات الرئيس ودستوريتها، وهو في حد ذاته محل انقسام سياسي واسع. جاء الرئيس إلى هذا الشارع أكثر من مرة، استمع إلى هموم الناس ووعدهم بالتغيير، لكن ظل كل شيء على حاله، بل ازدادت الأزمة السياسية والاقتصادية تعقيدا. هنا في الشارع ثمة انقسام كبير، ليس من الاستفتاء فحسب، بل من مشروع الرئيس أيضا. وسام دعاسي، العربي، تونس.